مشاهدي قناة كومبيس ماروك تيفي، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وفي هذا السياق استعرض السيد الوزير معطيات تتعلق بتطور مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال الموسم الجامعي 2023-2024، وأشار إلى أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني باكت إسغي 2030 العمل لسنة 2024 الذي يتميز بمجموعة من البرامج المنبثقة عن تنزيل أوراش المخطط الوطني باكت إسغي 2030 الذي يهدف لإصلاح بيداغوجي شامل ومندمج مع الرفع من حكمة المنظومة ولتحسين الخدمات الاجتماعية لفئة الطلبة. كما قدم السيد الوزير عدد المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2024 بالإضافة إلى الاعتمادات المرصودة للوزارة حسب البرامج والمشاريع. توج الأستاذ سعيد بكور بمنحة أبحاث الشعر العربي ببحث موسوم بالسيرة الغيرية في الشعر العربي القديم، الإشهار والتخليد والأسطرة في مسار الشعر في الجزيرة العربية في إطار مبادرة عام الشعر العربي 2023 التي أقامتها وزارة الثقافة السعودية بشراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة وبتعاون مع أكاديمية الشعر العربي. في إطار قمة مدربين المغرب 2023 التي نظمتها مؤسسة هواوي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تميزت جامعة عبد الملك السعدي بتسليط الضوء بشكل خاص على 2 من أعضائها، السيد هواوي محمد يحياوي عن الرئيس والسيد أنور بطاوي أستاذ في لينسا بتطوان. وكان الهدف من هذا الحدث الكبير هو تعزيز التعاون في مجال تدريب المدربين والطلاب في القطاع الرقمي، كما تم التوقيع على اتفاقية بين إنسا تطوان وهواوي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نظم مركز محمد السادس الدولي للمحاكاة في العلوم والصحة التابع لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة والمدرسة العليا للأساتذة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤتمر الإفريقي الأول حول موضوع محاكاة في العلوم والعلوم الصحية بالتوازي مع المؤتمر الدولي للعلوم التربوية والعلوم الصحية، وذلك أيام 19-11 نوفمبر 2023 بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 أجوبة على مختلف مداخلات السيدات والسادة النواب داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وخلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعي لسنة 2024 أكد السيد الوزير على التزام الفعل للوزارة في تنفيذ الأوراش ذات الأولوية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى تأسيس نموذج بيداغوجي جديد يعتمد على مناهج مبتكرة سواء من حيث المحتوى التكويني أو من حيث طرق الإعداد ومنهجية التدريس. تم الإعلان عن فتح باب التقديم أمام الطلبة المغاربة للاستفادة من منحة إيفل بجامعة كاين نورمادي. الموعد النهائي للتقديم هو 23 نوفمبر 2023. نهاية موجز الليلة، موعدنا الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.